كعادتها الأمينة العامة لحزب العمال ويزا حنون لم تستثني أو تنسى عبارات الفساد وافتراس المال والحفاظ على الملكية الجماعية في خطابها السياسي. التطلع لتوقيف افتراس المال والممتلكات العمومية، التطلع للحفاظ على الملكية الجماعية للأمة وإلى منظومة ضريبية عادلة. Donc l'aspiration à une fiscalité juste, منظومة ضريبية عادلة. ويزا حنون وصفت الوضع الحالي في البلاد بالخطير، مستنجدة في ذات الوقت بالسلطات العليا لإحداث التغيير. لأن الأمر يتعلق بتوقيف انحراف الجزائر، انحراف لا ديريف دو نوتر بي، وإرجاع الحصانة السياسية والاجتماعية لبلادنا في ظرف عالمي وجهوي يميزه تضاعف الاعتداءات على الأمم الضعيفة ونحن جزء منها. وما بين الأوليغارشيا أتروسكية تبقى حنون تبحث عن طريقة لإيجاد محل من الإعراب في الساحة السياسية.